اللي كيزوروا تحاليل راه داك الشيء مدلم، هما يقدر بلا ما يحس هذاك الكيزول يقدر يكون عادي هو. واصلا هذا الشيء مدير لي حتى هو غنبقاو ديما ما عمرنا ما نرجعوا لحياتنا طبيعيه، غنبقاو ديما مخنوقين وديما ما غنزيدوش لقدام، غتولي محس كل واحد محسوسه من راسه. اذا خصنا هذا الشيء بعدا كاين الدوله خصها تسمعوا وتفيق به وتعرف باللي هذا الشيء كامل اللي تيديروا راه مشكله. كنا غير كانت شي حاجه كتستاهل انها يزوروا عليها، راه على شي حاجه اللي اصلا غدر ماشي غير حنايا، العالم كامل وهما حتى هما ولادهم. اذا هذا الشيء خصهم يفيقوا به ويديروا شي اجراءات وقوانين وتعقوبات كاع وفيقوا به. هذا الشيء اللي غنقول يعني بالنسبه لي انايا كوجهه نظر، يعني هذا الشيء عيب وما خصوش يكون. اول حاجه يعني انك انت فاش كتزور باش انك باغي تسافر لشي مدينه اخرى وممكن انت تكون مصاب بكورونا وما عارفش، انت غير زورت يعني ما عندكش درايه، وانت بالنسبه للناس ولا بالنسبه للدوله ولاش انك ضارب التلقيح، كتمشي لمدينه اخرى ممكن انت حامل الفيروس، كتمشي تدخل عند عائله، كتمشي عند مدينه اللي ممكن تسمى الوطن كامل مغاربه احنا عائله، يعني حتى واحد ما نبغيو نادي وحتى واحد ما نبغيو يدينا. يعني هذا الشيء لا يجوز في وجهه نظري، لا يجوز. يعني اللي بغى يضرب التلقيح يضرب الابره عادي يخرج جواز باش يعرف راسو واش فريفي ولا ما فيهش. اللي ما كانش عنده استطاعه ولا ما قدرش انه يضرب ليبره، ما المهم كاين اللي ما مقتنعش بها كيقول لك ان كورونا ما كايناش، يعني ما غيضربش ليبره، كيقول لك شي راه كتقتل كله واش تيقول كله وجهه نظره. كيقبل عليه القانون، يعني القانون خصو يكون عيق وفيق، يعني السبير ما يخرجش خصو يكون فيه شي كاش ولا شي لعبه نتاع الدوله. يعني اللي ضرب ليبره كيكون فيها كاش ديال الدوله، ان هذا ما خرجش في السبير ولا في شي لعبه، شي حاجه ما يمكنش تخرج في السبير. بنادم عارف ان فلان مشى للسبيطار كاش ديال الدوله انه ضرب ليبره فري، حيت ما يمكنش دابا غتزور واحد الحاجه وغتبغي تعيش وسط واحد المجتمع، انت ما غاديش ادي راسك وما تبغيش ادي الناس، انت ما معلمش على راسك واش مريض ولا ما مريضش. الور علاش خرجوا لك الجلبه؟ باش غيجلب انسان واحد الجلبه غيدير هذاك الفاكسين بحال قلتي باش نقصوا من هذا الوباء، فهمتي؟ دابا كتلقى انسان ما كيديرش اجراءات قانونيه، فهمتي؟ يعني انسان بلاصه ما يمشي يزور يمشي يفكر هو في راسه وداك التزوار اللي غيدير وشنو هو العواقب ديالو موراها. انت زورتي كاع، انت كاع اللي نفريت زورتي بقيتي عايش مع الناس بحال موك، والله يسير مرتي وعائلتك كامله عادي تيهم ووليداتك كلشي، اشنو غادي دير؟ غتولي تقول يا ليش انا كنا ما زورتش ومشيت فاكسيت بحالي بحال كاع الناس وتفاديت هذا المشكل. علاش؟ هذا الوباء كاين، هذا المرض راه كاين، حنا اصلا في الاول راه ما تقناش، ما قلناش راه غيكون هذا المرض صفر هذا الشيء وهذا الشيء راه كذوب، ولكن ملي شفنا هذا الشيء بعينينا هذا الشيء راه كاين اخويا، راه ماشي كذوب والوباء راه كاين. انسان يدير في اتونسيون ديالو، الحل اخويا ديال هاد ليكارت هما ملي غادي انسان غادي يرجع للاصل ديال لاكارت بحال قلتي بحال لاكارت ناسيونال، غيخرجوا له واحد السيري ولا شي حاجه لي امبوسيبل باش تزور، حيت تزور هاد الشيء كاين، هاد الشيء ديال لي زامبريمون دابا راك عارف حنايا عصر السرعه اخويا، فهمتي؟ التطور ماشي بحال بنادم انسان يا مات جاهليه ولا شي كان كيجيهم صعيب. داك الشيء راه الا ما درتيش هذاك سميتو التلقيح راه غتمرض الناس اخرين وغتمرض موالين داركم وغتمرض كل الناس كاملين، وداك الشيء خايب. خاص بنادم يدير اللقاح ديالو ويدير لاكارت ديالو بلاكارت ديالو بالاسم الميساج ديالو اللي كيجي ليه في التليفون باش داك الشيء يكون مزيان، حيت داك الشيء غيمرض الناس اخرين وداك الشيء ما جاش. وسميتو الدوله خاصها دير العقوبه على داك الشيء اللي كيديرو دوك الناس اللي كيديروا هذيك الكارطات ديال اللقاح، خاصها يدير عليه العقوبه باش هذا الشيء ما خاصهاش يكون. هذوك الناس كيتاجروا بعباد الله وكيديروا الرزق ديال عباد الله بواحد الطريقه ماشي طريقه ماشي حرام كاع دير الانسان تقول لي هكا هو قد زور ليه وقع هكا تلقيح باش كتلقح هو ما ملقحش، اذا هو غيضر عباد الله خويا. بزاف المشاكل ملي الانسان ما ملقحش وكتعطيه البطاقه ديال بانه ملقح، كيضر عائلته وكيضر الناس اللي بجنابه وكيضر الاصدقاء ديالو وكيضر الجميع. اللي غنبغي نقول لهم الله يهديهم، هذا الشيء ماشي ديال الدين الاسلامي كاع باش يضروا عباد الله، حرام هذا الشيء.